اتخذت للحقيقة، اتخذت للي أنا مخلوقة علشانه. أقول له يا رب لو أنا غلطانة ارشدني، لو أنا صح ارشدني حساه. ففي رمضان وأنا قاعدة على السرير أنا شفت ليلة القدر، هي ليلة قدر، إنك تشوفي سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام، غيرتني 360 درجة. لما عمارة تتهد وتتبني زي ما ربنا عاوز من كل شيء. أتذكرون الفنانة المصرية حنان شوقي؟ شاهدها الآن بعمر 56 سنة هتصدمك ولن تصدق من هو زوجها الفنان المشهور. الفنانة حنان شوقي شفت النبي صلى الله عليه وسلم وحياتي تغيرت 360 درجة وتحجبت وابتعدت عن الفن. الفنانة حنان شوقي الفنان أحمد زكي أفضل ممثل في مصر وأفضل من الفنان عادل إمام. الفنانة حنان شوقي الفنان محمد رمضان عربجي ومش صادق في التمثيل. كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو، ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. حنان شوقي ولدت في 16 مارس عام 1967، هي ممثلة مصرية تبلغ من العمر 56 عام. ولدت في القاهرة وعملت في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وهي لا تزال طفلة، حيث عملت مع أبلة فضيلة التي أخذتها من مدرستها مدرسة الشيخ خالد الابتدائية في شبرا. كان أول عمل تمثيلي لها في فيلم الجمالية، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990. وبعد غياب طويل ظهور مفزع للفنانة حنان شوقي، لن تصدق كيف غير الزمن ملامحها. فاجأت الفنانة المصرية حنان شوقي الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث بدت بملامح صدمت الجميع. وأثرت الفنانة حنان شوقي ضجة كبيرة بعدما تناقل عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة حديثة لها بدت فيها بشكل مختلف إلى حد ما عن ذلك الذي اعتاد عليه الجمهور، فقد ظهرت عليها علامات التقدم في السن بشكل واضح على وجهها، وانهالت عليها التعليقات مشيدين إلى جمالها في كل حالاتها، خصوصا إنها لم تجري أي عمليات تجميل أو تعديل لملامحها. وفي المقابل أعرب الكثيرون عن اشتياقهم إليها بسبب غيابها عن الشاشة منذ سنوات. وظهرت الفنانة حنان شوقي خلال الصور بملامح متغيرة عما كانت عليها نظرا لكبر سنها، فظهرت ملامح الشيخوخة على وجهها مما أثار تعجب الجمهور. وقد تداولت حسابات فنية على مواقع التواصل صورة من أحدى الظهور لها، حيث بدت الفنانة حنان شوقي من الحرم المكي وهي ترتدي الحجاب وتؤدي مناسك العمرة، حيث تفاجأ الجمهور من ظهورها هذا، كما عجز البعض عن التعرف عليها. ظهرت التجاعيد في وجه ورقبة الفنانة حنان شوقي، مما جعل الجمهور لا يتعرف عليها. من هو زوج الفنانة حنان شوقي؟ زوج الفنانة حنان شوقي هو الفنان هشام الشلقاني، والذي يكون شقيق زوجة الفنان المصري الشهير عادل إمام، وقد تزوجا عن قصة حب، وبعد خطوبة استمرت قرابة عام أعلنوا زواجهما ثم انفصلا بعد زواج دام 10 أعوام. ومن الجدير بالذكر إنه زوجها الأول والأخير، ولم تتزوج بعده من أحد رغم إنها لم تنجب أي أطفال منه، وكانت تريد أن تتبنى طفلا، إلا أن أهلها ما زالوا على قيد الحياة ورفضوا ذلك. وقالت الفنانة حنان شوقي عن فترة ابتعادها عن التمثيل: رميت الدنيا ودست على الدنيا وما فيها علشان اشتري نفسي واشتري قلبي وروحي، واتخذت للحقيقة ولا أنا مخلوقة علشانه. أنا لقيت نفسي غريبة وحسيت إن روحي غريبة، ودعيت ربنا إنه لو أنا غلطانة ارشدني ولو صح ارشدني للي أنا حساه. وأضافت الفنانة حنان شوقي: في شهر رمضان كنت أقرأ القرآن الكريم، شفت ليلة القدر
وشفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس في المنام، وهذا الأمر غيرني 360 درجة وتابعت. أنا تهديت واتبنيت من جديد زي ما ربنا عايز، نفسيا وروحانيا وكل حاجة. وقالت الفنانة حنان شوقي أن الفنان أحمد زكي أقوى فنيا وتمثيليا من الفنان عادل إمام، مشيرة إلى أن عادل إمام يمتلك كاريزما ربانية. وأوضحت أن سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية هو أن ما يعرض عليها سيء، مؤكدة أنها تشعر بأن الكاميرا صديقتها ولذلك لا تستطيع تجسيد دور لا ترى نفسها فيه. واختارت الفنانة يسرى كونها الفنانة الأكثر تفوقا على فتيات جيلها، خاصة وأن لديها معطيات الاستمرارية في النجاح. وأكدت الفنانة حنان شوقي أن الفنان كريم عبد العزيز بلا شك أفضل بكثير من الفنان محمد رمضان، وتابعت: في رمضان حسيت أن الفنان كريم عبد العزيز هو الفنان نور الشريف، وأن الفنان نور الشريف لسه ما ماتش. كريم عبد العزيز بيشيل الوسط الفني على إيده، حسيت أن الوسط الفني تجيل بالفنان كريم عبد العزيز، وكشفت انها ترفض مشاهدة الاعمال الفنية للفنان محمد رمضان لانه على حد تعبيرها مش صادق في التمثيل، وترى انه طوال الوقت يمثل احمد زكي حتى في طريقة ابتلاع ريجو. ولفتت الى انه ضيع حياة شخص لتحقيق نجوميته، مش هشتغل معاه لو اداني ملايين الملايين هبقى مش عارفة. وأشارت إلى أن الفنان محمد رمضان هو الذي دفع نفسه للغرور، مضيفة: صعبان علي هو اللي عمل كده في نفسه، ينزل يشوف الناس بتتكلم عليها أو بيقولوا عليها، يقعد بس مع ابن الطيار. كما أكدت أنها تحب محمد رمضان البني آدم لكنها تكره أفعاله. وتابعت الفنانة حنان شوقي حديثها قائلة: أنا مش بحب البني آدم اللي يجور على بني آدم وياخد بنط على السوشيال ميديا ويضيع حياة بني آدم ويضيع كيان واحد طول الوقت عايش فيه، ده ما يبقاش فنان. الفن دار أرقى شيء في الوجود، مش هشتغل معاه حتى لو اداني ملايين الملايين، هو اللي عمل كده في نفسه. وتحدثت عن اللحظات الصعبة التي مرت عليها بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث أوضحت أنها أصيبت بجلطة وظلت لأيام لا تعرف عنها شيء بسبب عدم ظهور أعراضها. لكنها أوضحت أن هناك لحظة مرت عليها أثناء قيادتها للسيارة باتت غير قادرة على الاستمرار، حيث شعرت بأعراض غير طبيعية وإنها بينها وبين الموت لحظات، لدرجة جعلتها تتعرض لحادث مروري لتطلب الإنقاذ. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان شوقي مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني، حيث قدمت دور خديجة عام 2018.